سام خويا امين، باش نعرف بيسي مخترق. بيسي باش كتعرفوا مخترق، اسهل طريقه يا اخي، اسهل طريقه. تذكروني بايام الصيبه. اسهل طريقه اش كدير؟ كتشد لونيتي سونترال ولا البيسي ولا هذا، انت تيكون عندك، شوف تتكون عندك ديما كتلقى واحد، هذه راه بدون برامج، يعني حيت في بعض الاحيان تيكونوا برامج الاختراق، تيكون مخترق لك شي واحد ولكن لونتي فيروس ديالك ما تيديتيكتيش، تيكون مشفرو عليه. الوغ اش كدير؟ كتمشي لجيستيون ديتاش، كتسبريمي، تتوقف كاع جميع التطبيقات والبرامج اللي كتخدم في الخفاء، كتوقف كل شيء، كل شيء كتوقفه، ما تخلي حتى شي سيرفيس خدام في اللور، كل شيء كتوقفه، تخلي داك الشيء اسونسيال ديال الويندوز اللي هو كيجي به. مزيان، كدير هاد المساله هاد، كتجلس كتخلي البيسي واحد شويه، وكتجلس كتشوف داك الواميض ديال الديسك دور واش خدام ولا ما خدامش. الا لقيتيه، سمعني مزيان باش ما تاخذش ثاني معلومه خاطئه ولا تفهمها خاطئه وتقول قال راغي، الا لقيتيه كيدير بحال هكا الواميض تيبلينكي بحال هكا، خويا راك مخترق، عندك شي فيروس، عندك شي مالوير، عندك شي مصيبه كحله في داك البيسي. الا ما كانش مخترق تيبدا مره كتشوف الديسك دور تيدير، فهمتي، تيبقى بحال هكا شويه، حيت ملي تيكون شي برنامج اختراق تيخدم في الخفاء، يعني تيكون عنده الكونترول البيسي ديالو، الا كان فيروس راه كيتكاثر، كان والوير راه خدام تيدير خدمتو، فانت بعض المرات لونتي فيروس ما كيعرفش يديتيكتي، ما يعني تيكون ما يسمى بالتشفير، هذا عالم اخر داخل في الهندسه الاعكسيه، كيدير التشفير، يعني انت واخا تي افاست ولا ما عطاش عندك دير عشينه مشفار عليهم، هو واحد خمسه ولا سته ولا سبعه البرامج، يعني ما غيديتيكتيش، ولكن بهذه الطريقه كتقول يمكن لمكن البيسي ديالك اكثر. كاينه طرق ثانيه اللي هي بروفيسيونيل، بحال مثلا تحليل الاتصالات العكسيه ديال الحاسوب، كتشوف البيسي اشنا هما لي سيرفور اللي هو مكونكتي معاهم، كتلقى البيسي مكونكتي مثلا مع سيرفور نو اي بي، اشنا هو هذا نو اي بي، يعني راه شي واحد داخل ليك، فهمتيني، هذه واحد مستوى ثاني بعيد شي شويه، نتمنى ان شاء الله الى حالفنا الوقت ندير لكم شي درس على هذا التحليل الاتصالات العكسيه ديال الحاسوب، باش تعرفوا بطريقه بروفيسيونيل واش بيسي مخترق ولا ما مخترقش، واخا ما يلقاش لونتي فيروس سينو الا ما كتبش. المهم راه المعلومه هي عندكم، والطريقه راه ابسط طريقه دير هذه، راه ابسط طريقه.